أنا اسمي لالا بنت الحسين وكيلة طفل السالف والمبكر، وهي طفل معدل كل شيء السنة، ناجح في كل شيء، ناجح في كونكور السنة، وكنا شاكين لنا سنة والله ثنتين نسمعون كل شيء لا هي تجي ولا هي تعود، متوقعين إنها تعود في قريتنا، لأن هي أكبر قرية على مستوى بلدية كوبرا مقاطعة تنبول، أكبر قرية في البلدية وأكبر قرية في المقاطعة. وعندنا الحمد لله أكثر من 800 شير مسجلة بين المدارس الحرة والمدارس النظامية، لأن المدارس النظامية ما قد تلفت التركة، وإتنا نردوهم للمدارس الحرة نقروا المدارس الحرة. دينا أكثر نحن هم أكثر شيء في قرية من بيدي. ومتوقعين يعني قال له كولاش لا يتعود عندنا، لأن كل سنة الحمد لله ينجحوا منا 20 شير 25 شير إلى 30 شير. أدنى شيء نجح لنا السنة 12 شير. نشأت لنا في القرية في المدرسة اللي هي بدلا من معدلين الامتحان في البلدية، طبعا البلاصة اللي انطرحت فيها كل شيء حالنا ناشحين منها لا الشيرين، ناشحين من مدرسة الشيرين، ونحن ناجحة منا 12 الشير بدلا منها، لأن نحن هم أكبر قرية وأكبر المدرسة وأكبر تلاميذ أكثر تلاميذ، ونستحق كل شيء نستحقهم، لأن البلاصة اللي انطرحت فيها كل شيء نحن ما يصالحنا، ما عندنا لها أي حالات قدو يصف لنا فيها، احنا ما عندنا وتات واعدينها، حتى ما عندنا حالات نقدو نسكنها ولا نقدو نقروا فيها تركتنا. واليوم طالبين من الوزير وطالبين من الحاكم ومن الوالي ومن القاضي ومن من من وسائل الاعلام كاملين انهم يقوموا معانا في قضيه كوليش، لان تركتنا لا تخسر قرايتهم، نحن ما صالحنا نقضوا تركتنا ونقرون في البلاصه اللي هي، لان ما عندنا اي ظروف نقدو نقرون فيها. اليوم طالبين من جميع وسائل الاعلام يتحضروا انه يعودوا معنا ويعينونا على تركتنا لا تخسر قرايتها.